هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة أو الجهاز. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. بعد الفاصل نلتقي بالوقفة الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة، وفيها قراءة لزيارة ولي عهد أبو ظبي للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثر هذه الزيارة والتعاون ما بين الإمارات والقاهرة في تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني. ابقوا معنا بعد الفاصل. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مساء اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وصل إلى القاهرة في وقت سابق من مساء اليوم. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بولي عهد أبو ظبي، مشيدا بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وطلب الرئيس نقل تحياته وتقديره له، متمنيا لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والرخاء. ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة مصر، ونقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا لمصر وشعبها كل النجاح والتوفيق وتحقيق مزيد من النمو والازدهار. وتم خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف أصعدتها السياسية والاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها للارتقاء بها إلى أفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا من التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، لا سيما في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب تضافرا للجهود وتعزيزا للتكاتف ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المختلفة. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة، وموضوعها كما تابعنا في هذا التقرير زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له. ولي عهد أبو ظبي كان قد اجتمع أمس بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في الرياض اللي بتستضيف أعمال القمة الخليجية الأمريكية. بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية. قراءة في هذه الزيارة للقاهرة في ظل حراك في المنطقة، منطقة الخليج، وزيارات متبادلة، وأيضا زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة والعلاقات الاقتصادية المصرية. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الوقفة الحوارية الأستاذ محمود عبد العظيم، نائب رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية، يعني كيف بترى يا أستاذ محمود هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟ يا الزيارة ممكن تاخديها على مستويين، يعني المستوى الأول هو مستوى ما يجري في المنطقة، والمستوى الآخر يعني العلاقات الثنائية الخاصة ما بين مصر وما بين الإمارات. ما يجري في المنطقة الآن يبدو أن سمة يعني ترتيبات تجري لإخراج مشهد ما بعد حسم الأزمة السورية، لأن مفاوضات السورية يعني بتمضي يعني بوتيرة متسارعة. قوى إقليمية وقوى دولية، كل قوى من هذه القوى لها وجهة نظر في ترتيبات ما بعد الوصول إلى نقطة اتفاق حول الملف السوري. لو بصينا لقينا إسرائيل دخلت على الخط في الأيام اللي فاتت لما راحت الحكومة الإسرائيلية وعقدت اجتماع في هضبة الجولان. ثم خرجت تصريحات يعني معاكسة من دمشق تتحدث عن يعني مناوشات عسكرية أو ما إلى ذلك. فإحنا هنا قدام تحركات سريعة في المنطقة، قدام ترتيبات تجري. هذه الترتيبات لا يمكن أن تتم بمعزل عن الدولة القائدة في المنطقة وهي مصر، وده يمكن يفسر سلسلة الزيارات الكثيرة التي استقبلتها القاهرة على مدار الأيام الماضية لزعماء ورؤساء دول مؤثرة
وربما هناك زيارات أخرى غير معلنة لوفود يعني ذات طبيعة خاصة زارت القاهرة في الأيام الماضية للتعرف على وجهة نظر المصرية في هذه الترتيبات. يعني حضرتك بترى أن هذه الزيارة ذات شق سياسي؟ لها شق سياسي يتعلق بترتيبات ما يجري في المنطقة. نعم، الشق الآخر، الشق الآخر هو يتعلق بالتحالفات الاستراتيجية المصرية في الإقليم. نعم. يعني مصر بتدير تحالفاتها بطريقة يعني كفأة وبطريقة جيدة، سواء مع السعودية سواء مع الإمارات. احنا لا ننسى ان الإمارات تحديدا من اوائل الدول اللي سندت 30 يونيو. نعم. وثورة 30 يونيو، وقدمت ولا تزال قدمت الكثير لمصر. وجزء من هذه الزيارة يتعلق بالملف الاقتصادي. لا يخفى على احد ان يعني هناك مصاعب اقتصادية في مصر هذه الايام. الإمارات قبل زيارة ولي عهد أبوظبي أعلنت منذ أيام أنها بصدد دراسة تقديم حزمة مساعدات جديدة لمصر. مصر هتطرح سندات بالدولار على الخزانة العامة. محافظ البنك المركزي قام بجولة، كان من ضمن الدول اللي زارها كانت بعض دول الخليج ومن الإمارات، للترويج لهذه السندات كبديل عن الاقتراض، في يعني محاولة من البنك المركزي أن يعيد بناء الاحتياط النقدي بعيدا عن فكرة الاقتراض، انه يطرح سندات خزانة. وقبل ما يطرح كان عايز ياخد ضمانات من حكومات بعض الدول الخليجية انها تشتري هذه السندات. فجزء من الموضوع جزء اقتصادي وجزء سياسي. نعم. طب دلالة التوقيت، التوقيت الان يعني بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي للرياض والتقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم التالي زيارة للقاهرة ولقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده يعكس يعني ان في يعني تنسيق عالي المستوى ما بين مصر وما بين الإمارات. لانه الإخوة في الإمارات يعلمون تماما انه مصر محطوطة على أجندة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ما. أوباما اجتمع مع يعني قادة بعض الدول الخليجية على انفراد، منها كان لقاء منفرد مع الشيخ محمد بن زايد. وأتصور أنه يعني يفهم من التوقيت الزيارة أنه يعني بيتنقل وجهة النظر ما دار في هذا اللقاء لمصر. نعم. حتى تكون مصر في يعني في قلب المشهد. طب ما هو كان قبل هذه الزيارة كان جون كيري موجود في القاهرة، ألا يكفي وجود وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة لنقل وجهة النظر الأمريكية؟ لا يكفي، لأنه الأمريكان بيتعاملوا مع كل دولة بلغة مختلفة. يعني ممكن يقولوا كيري في القاهرة غير اللي يقولوا أوباما في الرياض. ويبدو برضو أن الدول العربية فهمت الحكاية. نعم. فبدأ يحصل نوع من التنسيق خاصة بين دول المحور العربي الأساسي اللي هي السعودية والإمارات ومصر، ومعهم الكويت والبحرين. وما تنسيش ان في زيارة لملك البحرين 26 إبريل بعد أيام، وثم يلي زيارة لملك المغرب برضو للقاهرة. فهو ده في تنسيق حاصل، وهذا التنسيق نابع من انه يعني في جهود بتبذل لتوحيد الرؤية العربية للتعامل زي ما قلت لحضرتك لمرحلة القادمة في المنطقة. طب يعني ما تنسيش ان ليبيا النهاردة في حكومة وفاق وطني، في ترتيبات تجري في ليبيا الآن، والملف الليبي يشغل مصر جدا، في الملف السوري، في فرنسا لما كان الرئيس الفرنسي هنا طرح فكرة ان استئناف التفاوض حول قضية السلام العربية، التفاوض حوالين الملف الفلسطيني. نعم. فإحنا عندنا 3-4 ملفات إقليمية ملتهبة بشكل أو بآخر يمسوا يعني الدور المصري. نعم. اسمح لنا أستاذ محمود أن احنا نتطرق إلى الشق السياسي قبل أن نتطرق إلى الشق الاقتصادي لهذه الزيارة. يمكن المنطقة كما ذكرت حضرتك يعني فيها حراك يمكن على وتيرة سريعة في الأونة الأخيرة، زيارة الرئيس باراك أوباما للرياض، اجتماع اليوم مع دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة. بتقرأ إزاي هذا التحرك خاصة بعد المخرج من هذه اللقاءات بتصريحات أمريكية أوردها يعني وردت في وسائل الإعلام للرئيس الأمريكي بشأن التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج وتهديدها لأمن دول الخليج، القضية اليمنية تحديدا. باراك أوباما لم ينسى ذكر تأييده لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
شوفي طبعا يعني الإدارة الأمريكية بتحاول تستبق الأحداث وبتحاول ان هي يعني تدي رسائل طمأنة لدول الخليج انه التهديد الإيراني يعني لن يؤخذ على محمل الجد، لكن الوضع يعني لن يؤخذ على محمل يعني الأمريكان عايزين يفهموا دول الخليج ان إيران لن تستطيع ان تفعل شيئا، يعني دي الرسالة اللي جاي يقولها أوباما. وما تنسيش ان هو جاي يحضر اصلا يعني قمة أمريكية خليجية. نعم. يعني وهذه القمة في جزء منها يعني تتعلق بمفاوضات على أسلحة، وجزء منها يتعلق بالملف المالي، لأن دول الخليج الآن تعاني من مصاعب، فكرت بشكل أو بآخر أنها تسحب جزء من استثماراتها في أمريكا عشان تعوض العجز في موازنات نتيجة انخفاض أسعار البترول. السعودية تحديدا عندها مشكلة الآن في الكونجرس، في بعض الأصوات في الكونجرس بتدعو إلى توريط السعودية في أحداث 11 سبتمبر. الإدارة الأمريكية الآن يعني في حرج شديد مع حلفائها الإقليميين في المنطقة ومع ضغوط هناك داخل يعني الكونجرس الأمريكي، فبتحاول أن تستبق الأحداث وتحاول أن تحتوي الأثار أو التداعيات المحتملة لهذه الأحداث بشكل يعني يخلي الإدارة الأمريكية تخرج بأقل الخسائر ممكن. نعم. في نفس الوقت إيران يعني لن تتخلى عن طموحاتها الإقليمية، ومن وقت إلى آخر بتبتدي تصدر عنها تصريحات يعني تثير قلق دول الخليج. يعني لسه طالع تصريح من إيران قريب حوالين الجزر الإماراتية. نعم. ومصرين إن دي جزر بتاعتهم، ويعني في اليمن برضو ما زال الملف اليمني ما تقفلش، الحوثيين ما زالوا يقومون ببعض العمليات، ورغم يعني أنه يعني في شبه حسم عسكري تم في اليمن، لكن ذلك لا يعني أن الموضوع أغلق للأبد. يعني لا زال هناك يد إيرانية بتلعب في إيران في اليمن تحديدا، ويد أخرى تلعب في لبنان. يعني ما تنسيش أن حزب الله أحد الأسباب، يعني ضمن أسباب أخرى في تعطيل الاتفاق على رئيس جمهورية في لبنان. نعم. يعني حزب الله طبعا معروف ارتباطاته مع إيران. إيران لها الآن برضو صوت عالي في سوريا في الملف السوري بالتأكيد، ولكن التواجد العسكري الإيراني المباشر في سوريا. ولكن أستاذ محمود، يعني كان قبل لقاء الرئيس باراك أوباما بقادة دول مجلس التعاون الخليجي كان هناك اجتماع لوزير الدفاع الأمريكي.